مشاهدينا صباح الخير للجميع. مشاهدي قناة شوف تيفي كنتواجدوا بسوق تملالة ضواحي قلعة السرغنة، فالخير موجود، الحبوب موجودة هنا بهذا السوق. مشاهدي قناة شوف تيفي، بعد ما نقصت في الثمن كنشوفوا إقبال كبير على هذا الرحبة. مشاهدي قناة شوف تيفي، فغتبقوا معنا مشاهدينا من خلال هذا الجولاب ورحبة الحبوب بسوق تملالة ضواحي قلعة السرغنة، ونشوفوا شحال نقص في الثمن ديال الحبوب. طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي، الحمد لله رغم نقص الأمطار، رغم موسم فلاحي كان ضعيف، لكن دائما بلادنا تبشر بالخير، دائما كنلقاو الخير في بلادنا، دائما كنلقاو مشاهدي قناة شوف تيفي العرض كاين في جل الأسواق المغربية. فمشاهدينا غادي نشوفوا شحال وصلة الحبوب، شحال نقص منها في الثمن ديالها اليوم هاد الرحبة بتملالة ضواحي قلعة السرغنة. إذن على بركة الله غنشوفوا الحبوب شحال وصلة، شحال هذا الخير؟ هذاك الخير سيدي كاينه 100 105 درهم 5 درهم كاينه 104 105 بارك الله تبارك الله. تفضلوا معنا احكيوا لنا، شفنا شحال نقص في الحبوب اليوم، شفنا واحد الاقبال كبير على الرحبه، واحكيوا لنا على العرض. الحمد لله شفنا الخير موجود، الخير كاين، القمح كاين، تفضلوا معنا. الحمد لله كل شيء موجود، الحمد لله يعطيك بالصحه والسلامه. نعم كل شيء موجود. شحال نقص في القمح تقريبا؟ ما قصيت شي 150 فرانك. 150 فرانك اللي نقصت في القمح. هو عبد الرحيم الشعير، الشعير 100 شحال نقص فيه التاوى؟ نقصت 50 فرانك. 50 فرانك يعني الحمد لله. حكينا على العرض رغم ان شفنا السنه الفلاحيه كانت ضعيفه، شفنا الامطار كانت قليله، لكن الحمد لله بلادنا هي هذه، فيما مشينا كنلقاو الخير. كاين الخير الحمد لله، الخير ما كيخطاش الحمد لله، الله يجيب الصحه والسلامه. نعم الخير موجود، الخير موجود الحمد لله، الحمد لله كل شيء موجود، وحتى الثمن نقص. الثمن نقص. واخا احكي لنا، شفنا الاقبال كبير اليوم على الرحبه، احكي لنا على طلب ديال المواطنين على الحبوب. شويه كله رزقه. نعم يعني كيشريو الناس؟ كيشريو الناس، كلش كياخذ. نعم كاين اللي خويشه، كاين اللي جات، كاين اللي خمسه، كاين ولاو يعني الناس كيتقداو القمح والشعير. إذن هذا الخير هذا خمسة ديال الدراهم. اي خمسة دراهم تبارك الله. من خمسة ديال الدراهم مشاهدي قناة شوف تيفي. لا كاينة من كاينة هي كاينة 180 عندك 110 في خلي الله يربحك. يلا جمع، يلا هاهم جمعهم، يلا جمع. ديري راسك بحال كاينة 115 كاينة 100 راه قلنا لي 115 110 100 واخا انت قال لك شي الدنيا هانيه. لا اللي كاين نقولوها انا مالنا نقولوا لي كاين 140 والقمع على وجهه. اي الله يستك الصحه على وجهه. تفضلوا معنا الشريف. القمع على وجهه، القمع على وجهه. اي على وجهه كاين 110 كاين 115 كاين 120 كاين 100 كاين 90 ايوا هذاك على وجهه. شحال نقص في القمح تقريبا الشريف؟ شحال نقص؟ ريال اللي نقصت في الكيلو. احكي لنا على العرض، العرض موجود الحمد لله. موجود الخير موجود، الخير موجود. الحمد لله تحية لكم. فمشاهدي قناة شوف تيفي كما شفتوا معنا الحبوب نقصت اليوم ما بين 50 فرانك حتى 150 فرانك. مشاهدي قناة شوف تيفي وإقبال كبير على رحبة الحبوب بسوق تملالة. مشاهدي قناة شوف تيفي، فالخير موجود الحمد لله. هذه هي بلادنا، هذا هو المغرب، رغم كما قلت موسم فلاحي كان ضعيف، لكن العرض موجود، الخير موجود، القمح موجود هنا بالسوق ديال تملالة. مشاهدي قناة شوف تيفي، وكما قلت فاليوم كنشوفوا إقبال كبير على الرحبة ديال الحبوب بعد ما كاين نقص في ثمن الحبوب اللي كيتراوح ما بين 50 فرانك حتى 150 فرانك. سير اسيدي الله يسخر لك. الله يجيب السلامة. راك ديتي جرية مليحة سير يسخر لك. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي شحال هذا الخير أسيدي؟ 94. إذن مشاهدينا 94 ريال.
وفينك؟ 94 مشاهدي قناة شوف تيفي كما قلت. ف بعد نقص ثمن الحبوب كنشوفوا اقبال كبير هنا على هذا الرحبه، رحبه الحبوب بسوق تملاله ضواحي. هل عاد صراغنا صباح الخير كيداير؟ اليوم اصبحت الرحبه يا عمر، عندكم نقص الثمن تبارك الله. تفضلوا معنا، تفضلوا معنا، تفضلوا معنا، احكيوا لنا على الحبوب اليوم. 110 شحال نقص اليوم؟ 15 شحال نقص اليوم الثمن؟ شحال نقص في الثمن ديال القمح اليوم؟ ها؟ شحال؟ شحال ناقص اليوم؟ 115 تبارك الله، هذا الخير هذا. هذا الخير هو تبارك الله. السوق مزيان. الحمد لله. تبارك الله. الخير موجود الحمد لله. تبارك الله. الخير هذا راه 115. تبارك الله. هاي هنا تبارك الله. الله يجزاك الخير يا عبد الرحيم. تبارك الله. الله يجزاك الخير. تفضل معنا الكابيتان، تفضل معنا احكيونا على الرحبة اليوم. شنا اقبال كبير على الرحبة، الثمن الخير موجود؟ خير موجود الحمد لله. كاينه 100، 105، 115، 110، 108، 107. هذا الخير هذا الحمد لله. كاينه حتى 6 درهم في هذا الخير هذا هو. الحمد لله وشكر لله. ظل اليوم الحمد لله السوق راه هنا غم وجيد. العرض موجود. الله تبارك وتعالى. وهذا هو المغرب، ديما كنلقاو الخير موجود رغم الفلاح جزاهم الله بخير على هذه المبادرة اللي عندهم ناماس. ناس قايمين بالخيرات الحمد لله. ولله الحمد والفضل والشكر ان شاء الله. يا سيدي حياكم الله ناماس. تحيه لكم. يلا تحيه لكل مغاربه وكل فلاحه. تحيه للفلاحه. وينصر لنا الملك. اللهم امين. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي فالخير موجود بسوق تملالة، القمح موجود. صباح الخير. الثمن اليوم ناقص الثمن مشاهدي قناة الثمن كاين من 100 تال من 100 تالين 115. يعني نقص الثمن المليح المليح المليح. وكاين وكاين من 86 تال 90 حاجة كرة 80 دق دق 10 5 كاين 86 بالعلف 90 72 65 يعني نقص شويه 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 بحال العام الاول. انا ما شويه ماشي بحال العام الاول. طاحت واحد 5 دريال 11 دريال نقص شويه الثمن. 115 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي كما قلت فاقبال كبير على رحبة الحبوب. يقولوا هذوك عطاوه 105 شو سمو شي هذا راه 120. 120 تبارك الله. هذا ايوا هذا قمح تبارك الله. انت صوت تبارك الله. 120 تبارك الله. 120 تبارك الله. هذا 120 شحال شحال انا باقي 120 دوز على حديد الدان دوز على حديد الدان دوز على حديد الدان دوز على حديد الدان. انا سيدي انا وجهي انا هات بارك الله بارك الله. هاتوما ها القبيلة بارك الله. خليني تشوفوك راسك بارك الله. خوت والدي منو واحد يشري القمح الخير بزاف. اتريق انا انا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا. تحية لحديدان. تحية اخويا حديدان من هنا تل طنجة الكويرة عايشة الملك. قول مخنضره عم قاديه هاك سوسي القمح ما بقات كل قمح على وجهه. هذا 120 كاين 110 كاين 105 كاين 115 القمح على على اصله. اللهم ارحمنا. اللهم امين. الله يرحمنا ويخدم رحمته. اللهم امين. قول بعض الله هدر حضرتك قال الله يرحمك يجيب لنا شي عام هدر ما بغيت واحد يدنا هذا اللي تقنب الله يرحمك الهضره مزيانه كل احنا يدنا هذاك ولد الصوت شي راه ما صدق والو. تحيه لكم مشاهدينا تحيه للمغاربه مشاهدي قناه شوف تيفي فالخير موجود بالرحبه ديال تملالت اقبال كبير على هذا الرحبه مشاهدي قناه شوف تيفي. تحيه لمول كارو كيدير نعمس
بخير. كيفنا على الخير اليوم؟ الخير موجود تسلل. الخير موجود خير. كلشي موجود. القمح موجود. كلشي موجود. وجهك ديال الخير. سوق ملال. أي ما أنا جيني خر. أيه بعدك من الكارو. من الكارو وجيني خر هو هنايا. تهلا ليا في الخشينة ها هو الخشينة هو هذا. جيني خر. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في فالخير موجود بسوق تملالات برحبة الحبوب. مشاهدي قناة شوف تي في إقبال كبير على هذا. مرحبا بعد ما شفنا يعني العرض ديال الحبوب هنا بهذا السوق. السوق تملالت مشاهدي انا شفت في ضواحي الصراغ هزيت الحبوب. بارك الله وحشات شحال هذا الخير؟ 120 بارك الله. إذن كما قلت مشاهدينا فإقبال كبير على رحبة الحبوب هنا بفوق تملالة ضواحي قلعة الصراغلة. إذن كما كتابع معنا مشاهدينا على المباشر من سوق تملالات ضواحي قلعة الصراغلة فإقبال كبير على رحبة الحبوب بعد ما كان نقص ثمن ديال الحبوب. مشاهدي قناة شوف تيفي تحية لكم. الله يبارك فيك. شحال هذا الخير تبارك الله؟ شحال هذا الخير تبارك الله؟ 5 دراهم تبارك الله. 5 دراهم ان الخير موجود. الخير موجود الحمد لله. خير موجود تبارك الله. الحمد لله. وتحيه للفلاحه. الحمد لله. تحيه للفلاحه المغاربه. والتحيه للفلاحه والله يجيب الشق. احكي لنا شحال نقص في الثمن؟ الثمن اللي كاين الزرع ب 4 دراهم ونص. 4 دراهم ونص الزرع. ايوه. والقمح كاين 5 دراهم. والقمح 5 دراهم. ايوه. والفارينه دايره 4 دراهم. والفارينه 4 دراهم. يعني ما بقاش ذاك الثمن اللي كان. ما بقاش ذاك الثمن اللي كان والحمد لله الرخاء موجود. الله يجيب على السلامه. الحمد لله. يعني هذا الخير هذا دي 5 ديال الدراهم. هو هذا 5 دراهم. 5 دراهم. ايوه. زيد وري لنا. ايوه. وهذاك هذا سيدي فارين. هذه ديال 4 دراهم. هذه 4 دراهم. هذه 4. اي 4 دراهم ونص. 4 دراهم ونص. ايوه. وهذه وهذه 5 دراهم. هذه 5 دراهم. هذه نقيه. هذه نقيه 5 دراهم. ايوه. هذه حتى هي واش هذه خدتها 5 دراهم. هذا فلاح هو هذا مع هذا. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر من سوق تملالات ضواحي قلعة الصراغلة فهذه هي بلادنا. الخير موجود الحمد لله. الزرع موجود. القمح موجود. الثمن بعد ما شفنا نقص في الثمن كنشوفوا اليوم إقبال كبير على هذا الرحبة رحبة الحبوب بسوق تملالات ضواحي قلعة الصراغلة. طلع الشريف. الله يبارك فيك. شحال هذا الخير؟ هذا 6. بارك الله جمع. هذا تاو. هذه 110. هذا فوني هو 110. واخا شفنا اليوم الحمد لله الخير موجود. القمح موجود وشفنا حتى الاقبال كاين. احكي لنا على العرض ديال القمح. سيدي القمح من 110 حتى 120. الزرع 100. فارينه 190. الحمد لله خير. الناس كانت مخلوعه و تيقولوا ما كاينش القمح ولكن الخير موجود. الخير الحمد لله. الخير موجود. وتحيه للفلاحه وتحيه لكم فمشاهدي مشاهدينا. الخير موجود الشريف. الحمد لله. الحمد لله القمح موجود. فارينه موجوده. الزرع موجود. والله يرحمنا وان شاء الله نشوفوا شي عام يكون زين. نشوفوا شي خير اكثر من هذا ان شاء الله. فضل الله سبحانه وتعالى. إذن كما تابعتوا معنا مشاهدينا من سوق تملالات ضواحي قلعة الصراغلة في هذا المباشر اللي من خلاله مشاهدينا حاولنا نقربكم من الأجواء اللي كتعرفها رحبة الحبوب والثمن ديال الحبوب بعد ما شفنا انخفاض في ثمن الحبوب وشفنا واحد الإقبال كبير على هذا
الرحبة رغم كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في رغم الموسم الفلاحي اللي كان ضعيف قلة الأمطار، فنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يرحمنا بأمطار الخير إن شاء الله في هذه السنة ونشوفوا يعني سنة فلاحية بامتياز ونشوفوا الثمن خل من هذا. فاليوم الحمد لله الرحبة كتبشر بالخير، كنشوفوا العرض موجود، فتحية كبيرة للفلاحة اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يوجدوا لنا هذا المحصول للأسواق المغربية. فاليوم شفنا الحبوب كاينة حتى من 4 دراهم حتى 6 دراهم، رغم أن شفناه من قبل وصل حتى 7 دراهم أونص. فمشاهدينا نعود لكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء.